الرئيس السيسي يتابع الموقف الوبائي لفيروس كورونا ويوجه بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية. خلال اتصال مع العاهل البحريني، الرئيس السيسي يؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. ومدبولي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 9 مساء بالقاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصة في الأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من قبل المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، حيث شهد الاجتماع متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمحور الصحي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذا سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق. وقد عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بما فيها حملات تطعيم المواطنين، وكذا تجهيز كافة المرافق الطبية لاستقبال الحالات والتعامل معها. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصة في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة. كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين، وكذلك تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات، بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب تعزيز قدراتها الاستيعابية بما يمثل إضافة هامة إلى المنظومة الصحية في مصر بشكل عام. وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى الزيادة التي تمت في أعداد السيارات الطبية المجهزة في إطار المشروع، حيث تم التعاقد مؤخراً مع الجانب الألماني على توريد 500 سيارة قوافل طبية جديدة مجهزة بشكل كامل. وقد وجه السيد الرئيس بإعداد خطة متكاملة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتشغيل المثالي لهذه السيارات وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما فيها توفير الكوادر البشرية الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى، إلى جانب التنظيم الدقيق للجداول الزمنية لحركة هذه السيارات، وكذا توفير التجهيزات والمعدات المطلوبة لتشغيلها وصيانتها. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، موجها سيادته باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية لنشر الوعي الجماهيري نحو فائدة هذا المشروع القومي الهام ومردوده الصحي على المواطنين.
وقد اطلع السيد الرئيس على جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق، موجها سيادته بتعزيز الإجراءات التأمينية المتبعة على جميع الطرق العامة والسريعة من خلال الاستعانة بالعنصرين البشري والإلكتروني، وذلك لتحقيق الانضباط المروري وضمان سلامة المواطنين والمركبات. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس على الساحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي. وخلال الاتصال تم التوافق حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الأمن القومي العربي، كما تم بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، حيث ثمن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معربا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر. من جانبه أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع ما بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير. وأكد الرئيس السيسي استمرار دفع وتعزيز آلية التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. استعرض مجلس الوزراء اليوم تقريرا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا والموقف الوبائي على المستويين المحلي والعالمي، وشدد مدبولي أنه لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين، وأن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات، مشيرا إلى أن هناك ملايين الجرعات تملكها الدولة حاليا. واستعرض مجلس الوزراء كذلك الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة للفيروس، كما وصل إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتى الآن لأكثر من 61.362 مليون جرعة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 70 مليون جرعة متاحة. عقدت الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتضرن مؤتمرا بشأن أحدث تحورات فيروس كورونا وكيفية تشخيص متحور أوميكرون وفعالية البي سي آر في اكتشافه، كما ناقش المؤتمر استعراض مستقبل التحورات الجديدة وما إذا كان هناك موجات جديدة لتحورات كورونا، بالإضافة إلى الإعلان عن أحدث البروتوكولات العلاجية للتعامل مع فيروس كورونا بشكل مباشر. ويعقد المؤتمر بالشراكة بين الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتضرن والجمعية السعودية لدراسة ارتفاع ضغط الشريان الرئوي. نوجد أن هذا التحور أكثر عدوانية أو أكثر إصابة، بحيث أن عدد الحالات التي تصاب من المريض المصاب أكثر بكثير جدا من أي إصابات سابقة أو أي أنواع أخرى. الحاجة الثانية إن فترة الإصابة بتبقى قصيرة، بمعنى فترة الحضانة بتاع هذا الفيروس النوع أقصر من الفترات السابقة. في بعض الإحصاءات العلمية وجد إن إذا كان فيروس الإنفلونزا العادية بيصيب من 2 إلى 3 من الأشخاص، يعني اللي عنده مرض يعدي 2 إلى 3، فيروس دلتا التحور دلتا بيصيب من 5 لـ 6. في رصد لعدد في بعض الأبحاث أن فيروس أوميكرون الجديد بيصيب 14 واحد، يعني ممكن المصاب الواحد يصيب 14 واحد، فهنا أكثر انتشارا. لكن وبدأ بقى أجيال تصاب كثيرة، يعني بنجد أن أسرة كاملة الأطفال والشباب والكبار السن كلهم يصابوا نتيجة لواحد بس أصيب من هذا الفيروس. لكن من حسن الحظ ومن كرم ربنا إن الإصابات هنا لحد دلوقتي كلها إصابات بسيطة، الأعراض كلها أعراض بسيطة، كلها بتيجي في الجهاز التنفسي العلوي،
على هيئة التهاب حاد في الزور، رشح وعطس في من الأنف، سعال خفيف أو بعض السعال، ألم في الجسم، ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. نسب الإصابة بالتهابات الرئتين أقل في هذا المتحور. الجمعية السعودية لأمراض ضغط الشرج الرئوي هي جمعية قديمة نوعا ما، من يعني عمرها 15 عاما، ومتقدمة بشكل أو بآخر في هذا المرض تشخيصيا وعلاجيا، وتعقد عادة ندوات سنوية علمية لهذا المرض، وكنا نلتقي في زملائنا الأخوة في مصر المتخصصين في هذا المجال في هذه المؤتمرات. هذه السنة قررنا أن يكون التعاون مباشر بين الجمعية السعودية والجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن، وأن يكون المدعوين للحضور من جمهورية مصر العربية بقدر كبير لأهمية زيادة الوعي العلمي والتشخيصي لدى هؤلاء الأطباء الذين عندهم رغبة للتشخيص وعلاج هذا المرض أو أصلاً متخصصين في هذا المرض. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين بدءاً من موازنة العام المالي القادم. أشار مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أن تلك القرارات تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الاهتمام إلى المواطن المصري والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته. وفي مستهل الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أشاد مدبولي بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مؤكدا أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكليفات التي وجه بها الرئيس السيسي، وذلك في ختام فعالية المنتدى من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد، وضع المواطن المصري في قائمة أولوياته وحرص على توفير معيشة تليق به، فالقرارات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتعيين 30,000 مدرس سنويا لمدة 5 سنوات وإقرار علاوتين ب8 مليارات جنيه عكست اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية. منتصرا للموظف ومنحازا لطوائف الشعب كافة، دائما ما تحرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين في ربوع البلاد. فمنذ تولى الرئيس السيسي إدارة البلاد، وضع المواطن المصري في قائمة أولوياته وحرص على توفير معيشة تليق به، وحرص من الرئيس على إعانة المواطنين على التزاماتهم. وخلال اجتماع الرئيس بوزير المالية وعدد من المسؤولين، وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما أقر علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه. الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. كما أقر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه. وتلبية لاحتياجات تطوير قطاع التعليم، وجه الرئيس السيسي بتعيين 30,000 مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، كما اعتمد حافزا إضافيا جديدا لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل الإجمالي إلى 3 مليارات و100,000 جنيه. دي خطوة إيجابية جدا من سيادة الرئيس، إن هو حاسس بمعاناة الشعب وحاسس بظروفهم. طبعا قرار كويس، لأن المعيشة طبعا بقت غالية، فلازم القرار ده يعني خلى الناس تعرف ايش افضل شويه ان شاء الله ويبقى للاحسن. تاثيره اكيد ايجابي طبعا من الشعب المصري، لرفع الحد الادنى ل 2700 جنيه ده شيء كويس بالذات بالنسبه للمدرسين. وفيما يتعلق بالمنظومه الضريبيه، وجه الرئيس السيسي بالتزام وزاره الماليه بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصه بميكنه مصلحه الضرائب ونظام الفاتوره الالكترونيه وميكنه وتطوير الاجراءات الضريبيه قبل نهايه العام المالي الحالي، بحيث تكون مصر في مصاف الدول المتقدمه وتضمن تحفيز الاستثمارات بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي طبقا لاستراتيجيه الدوله 2030. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تناول الاجتماع جهود وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات
وذلك لتوفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية، والتي تتضمن إقامة منشآت جديدة أو توسعات تتعلق بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي وكذا المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والرياضة والوحدات الخاصة بالتضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم توفير نسبة 96% من جملة الأراضي المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات. كما استعرض رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي موقف تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة والخطط المقترحة لإدارتها وتشغيلها. جاء ذلك خلال اجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين. وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى أنه في ظل قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فإنه يتعين أن تكون هناك جهة محددة لإدارة وتشغيل هذه المدينة الفريدة من نوعها بالأسلوب الأمثل، مع أهمية الاستفادة من هذا الصرح الثقافي المهم بما يضمه من مكونات ثقافية وفنية ومتاحف ومسارح، كذلك تنفيذ أعمال الصيانة والإدارة بأعلى مستوى من الكفاءة لهذه المدينة لضمان استدامتها على النحو المأمول للأجيال المقبلة. أعربت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عن شكرها للقوات المسلحة على نشر الوعي الفكري والثقافي والعسكري ما بين شباب مصر الدارسين بالخارج، وأكدت أن الزيارة تهدف إلى تقارب الشباب المصري بالخارج تجاه قواتهم المسلحة وإطلاعهم على الدور البطولي الذي تقوم به. جاء ذلك خلال تنظيم القوات المسلحة زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين بالخارج لمقر قيادة قوات الصاعقة المصرية بحضور وزيرة الهجرة، ذلك في إطار تعريف الشباب المصري بالخارج على قدرات القوات المسلحة القتالية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم. كما أعرب الشباب عن فخرهم واعتزازهم بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والصاعقة وما يبذلونه من تضحيات لتنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها. نشرت وزارة الداخلية فيلم هنا مصر الذي يحكي بطولات الشرطة المصرية منذ عام 1952 حين قاوموا الاحتلال البريطاني. يأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 70. هنا مصر، هنا مصر اللي التاريخ وقف عندها وفتح كتابه قال فيه إن شعبها مفيش مثال، تلاقي في جيناته التحدي والصبر والجلد وحضارة ورثها من أجداده من قبل ما تتنقش على الجدران تلاقيها في صفاته. هنا مصر اللي سرها في شعبها وفي القلب منهم رجالة وقفوا في ظهرها حموها وحافظوا على أمنها. تاريخ طويل من النضال والبطولات والتضحية، هنا الشرطة المصرية. هنا مصر، هنا مدينة الإسماعيلية سنة 52 لما وقف رجال البوليس يوم 25 يناير قدام أقوى الجيوش علشان يحموا مدينة الإسماعيلية وأهلها، رفضوا الاستسلام وقالوا مش هنسيب أماكننا إلا جثث هامدة. ملحمة بطولية كان أبطالها رجال الشرطة والفدائيين من أهالي الإسماعيلية، بقت جزء من تاريخ مصر على مر العصور. هنا مصر وعلى مر السنين وفي كل مكان في مصر هتلاقي قصص وحكايات بتقول إن رجال البوليس هتلاقيهم دايماً موجودين هنا.
سنة 56 على طول معارك القنال، كنا السند، كنا المدد، كنا سواتر الرجال. شهيد يسبق شهيد، من السويس للإسماعيلية لبورسعيد، وقف رجال البوليس لحماية الوطن وشعبه ومساندة الفدائيين وأهالي مدن القناة. بطولات هتفضل جزء مهم في تاريخنا الوطني. هنا مصر، صيحة النصر، الله أكبر، الله أكبر على طول خط القناة. انتصرنا، وكان رجال الشرطة واقفين بينفذوا مهمتهم في تأمين جبهتنا الداخلية، بيحموا منشآتنا وبيوتنا، وبالذات في مدن القناة اللي كانت شبه مهجورة وقت الحرب، وكمان تأمين الخطوط الخلفية لقوتنا المسلحة ضد أي عمليات تخريب. هنا مصر، هنا فترة الثمانينات والتسعينات، لما طل علينا الإرهاب بوشه البغيض، واجه رجال الشرطة عنف الجماعات الإرهابية اللي كانت بتحاول تخترق بلدنا وتهدم اقتصادنا وتستهدف وحدتنا. وقفت الشرطة المصرية وتصدت ليهم وقدمت شهداء من ولادها علشان تحمي مصر وشعبها. محطات في تاريخنا لازم نقولها علشان الأجيال الجديدة تعرف وتفهم إن الشرطة في خدمة الشعب ده مش شعار، دي عقيدة ومسيرة طويلة من التضحيات. هنا مصر، مشاهد بتتكرر وكأن التاريخ بيعيد نفسه. لما حاولت جماعات الشر إنها تسيطر على مقدرات الشعب، تخريب، تشكيك، اغتيالات، تفجيرات، إرهاب، حاولوا يعملوا كل حاجة. مش مهم عندهم الوطن، إنما المهم إنهم يحكموا ويحققوا أهدافهم مهما كانت الوسيلة. هنا مصر، وهنا من قلب الوطن طلع واحد مننا بطل، شال كبرياء مصر وكرامتها على كتفه، وأقسم لا يدافع عنها حتى لو كانت تمن حياته، ومن وراه انتفض الشعب علشان يحافظ على هوية الوطن. شعب أبهر العالم ووقف قدام الإرهاب والمؤامرات، وكان معاهم رجال الشرطة اللي واجهوا إرهاب أسود بيمارس العنف والقتل والتخريب، كان بيحاول ينشر الفوضى ويهدم البلد. إنما بوحدة أبناء الشعب وبطولات رجال الشرطة واجهناه وبرضه انتصر. هنا مصر اللي طول ما احنا ايد واحدة محدش هيقدر عليها. هنا مصر بلد ما فيهاش حداد، بلد تحدي وعناد، معركة تانية من نوع جديد. دور الشرطة فيها مهم وكبير علشان تحمي مسيرة تنمية انطلقت في كل مكان في مصر، وسط أطماع وتحديات وأعداء ومؤامرات وإشاعات، علشان بلدنا بجد تبقى قد الدنيا. مصر ولادة، واخدة قرارها ومحددة طريقها، ووقت الجد جدعان بزيادة، ستات ورجالة. مصر ربنا حافظها ومحدش أبدا يقدر عليها، وعشان كده مصر هتفضل هي مصر. هنا مصر. معاك يكون مهم ساعتها
أو غالي علينا. مش مهم أي حاجة في الحياة، المهم وقت ما بلدنا تنادينا. صوت ندا أمر ده مفيش شيء معاه، يكون مهم ساعتها أو غالي علينا. المهم إن المهم تتم حالا وبنجاح، مش مهم ساعتها مين هيعيش ومين في الجنة راح. المهم إن المهم تتم حالا وبنجاح، مش مهم ساعتها مين هيعيش ومين في الجنة راح. المهم والأهم لينا وخلصت الكلام، أهلنا وبلدنا يبقوا كل ثانية في أمان. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. في اطار الاستعدادات الجاريه لرئاسه مصر المقبله للدوره 27 لمؤتمر اطراف اتفاقيه الامم المتحده الاطاريه لتغير المناخ كوب 27، تلقى وزير الخارجيه سامح شكري الرئيس يلتقي الرئيس أو وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 المؤتمر اتصالا هاتفيا من السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ السيدة باتريشيا إسبينوزا. وخلال الاتصال اتفق الجانبان على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة على كافة الأصعدة لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ. وأكد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها مصر على كافة المستويات لاستضافتها للمؤتمر وقيادتها لعمل المناخ الدولي خلال الفترة المقبلة. شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على ضرورة الكشف عن المتورطين في الأحداث الأخيرة بالسودان ومحاسبتهم والتصدي للحملات الإعلامية الزائفة. وخلال اجتماع مع وكلاء الوزارات بحضور نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دوغلو، وجه رئيس مجلس السيادة الوكلاء بالاهتمام بالمتطلبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين. يأتي هذا في وقت كلف فيه البرهان وكلاء الوزارات المكلفين بالقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لقيام الانتخابات. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من السيد جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام. وناقش الطرفان الترتيبات الخاصة بإبدال القوات الإثيوبية العاملة ضمن قوات حفظ السلام يونسفا بقوات أممية أخرى حسب طلب حكومة السودان. وأكد جان بيير خلال الاتصال الهاتفي أن عمليات الإحلال والإبدال ستبدأ في فبراير المقبل وحتى مارس لعام 2022، مثمنا تعاون رئيس مجلس السيادة وحرصه على إنجاح عمل قوات حفظ السلام يونسفا. من جانبه وعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه عمل البعثة. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أهمية تضافر الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بالبلاد. جاء ذلك خلال لقاء المنفي بعدد من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية بحضور بعض أعضاء لجنة الحوار السياسي عن المنطقة. وتطرق اللقاء لبحث العديد من القضايا الراهنة وفي مقدمتها المصالحة الوطنية والأوضاع السياسية بالبلاد. وخلال الاجتماع تعهد المنفي بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع وفق رؤية توافقية،
وأكد المنفي على دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية لإعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي بين الليبيين، مجددا دعم المجلس الرئاسي للجنة العسكرية المشتركة. أعلن التحالف العربي في اليمن مقتل 90 من قوات الحوثي وتدمير 11 آلية عسكرية، وذلك في محافظة مأربا اليمنية. وأوضح التحالف أنه تم تنفيذ 19 عملية استهداف ضد قوات الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة الماضية. هذا وتصدت قوات الجيش اليمني في وقت سابق اليوم لهجوم شنته شمالي مديرية عبس بمحافظة حجة، مما أسفر عن تكبيد قوات الحوثي خسائر بشرية كبيرة. مشاهدينا، هذه النشرة الإخبارية لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. منظمة الصحة العالمية تقول إن فيروس كورونا ينتشر في الأمريكيتين على نحو غير مسبوق. قالت منظمة الصحة العالمية الأمريكية إن معدل الإصابات بكوفيد 19 يتزايد في الأمريكيتين. وأضافت المنظمة أن معدل الإصابات وصل إلى مستويات قياسية جديدة بتسجيل 7.2 مليون إصابة جديدة وأكثر من 15 ألف وفاة بالمرض في الأسبوع الماضي. وما زالت الولايات المتحدة وكندا توجهان زيادة في أعداد المرضى بالمستشفيات، ذلك نتيجة لانتشار فيروس كورونا. وقالت المنظمة الإقليمية إن منظمة أو منطقة الكاريبي تشهد أكبر زيادة في حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل. وقال جونسون خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني إن إجراءات الخطة باء الخاصة بفيروس كورونا ستنتهي اعتبارا من 27 من يناير الجاري، وسيتم الانتقال إلى الخطة ألف، ما يعني أنه لن تكون هناك حاجة لتصاريح كوفيد الإلزامية ولن يطلب من الأشخاص العمل من المنزل، كما لن تكون أقنعة الوجه إلزامية في أي مكان أو في الفصول الدراسية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إزالة الإرشادات الخاصة بارتدائها بالمناطق العامة، كما سيتم تخفيف القيود المفروضة على زيارات دور الرعاية. قررت الجزائر إغلاق المدارس لمدة 10 أيام ابتداء من غد الخميس بعد تسجيل زيادة في حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون. وشجعت الجزائر السكان على تلقي اللقاح الواقي من كورونا للسيطرة على الوباء. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 810 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه سيقدم كل الدعم لأوكرانيا لكي لا يتم غزوها من قبل الروس. وطالب بلينكن أوكرانيا بالدفاع عن نفسها، مؤكدا أن بلاده ستستمر في الحوار السياسي البناء مع روسيا. نحن نواصل جهودنا الدبلوماسية لمنع أي غزو أو عدوان روسي وللسماح بالحوار والسلام، ونحن نريد من أوكرانيا أن تدافع عن نفسها، وبطبيعة الحال سنفرض عقوبات على موسكو إلى جانب حلفائنا الأوروبيين إذا أقدمت روسيا على عمل يمثل غزوا أو زعزعة لاستقرار أوكرانيا.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إن هناك جهودا لزعزعة المبادئ التي بنيت عليها أوروبا التي تتضامن شعوبها منذ عقود. وأكد ماكرون في خطاب تسلمه رئاسة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي أن الاتحاد بتضامنه استطاع حماية الجميع، وهو إرث حصلوا عليه وهو قوة لهم، وسمح لنا بإنقاذ الأرواح والحصول على اللقاحات والتبرع بها. حين أتكلم عن التفرد الأوروبي أتكلم أيضا عن التضامن بين شعوبنا. نعرف أن المجتمعات الأوروبية عملت على نظام الحماية للجميع في وجه التحديات الكثيرة، وهذا إرث حصلنا عليه من السياسة الأوروبية الموحدة. ونعرف أن هذا التضامن يمثل قوة لا مثيل لها، وهذا التضامن سمح لنا بإنقاذ الأرواح وحماية الأعمال، وهذا التضامن سمح لنا بالحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا، وهذا التضامن سمح لنا بالمضي قدما كأوروبيين وأن نكون منفتحين على الآخرين من حيث التبرعات للدول الأخرى والعمليات التصدير. جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته للحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي للتحرك بسرعة نحو وقف الأعمال العدائية كخطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح لإحلال السلام بالبلاد. جاء ذلك في أعقاب اتصال هاتفي لغوتيريش مع المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى منطقة القرن الإفريقي عن النزاع الجاري منذ أكثر من عام بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراي في شمال إثيوبيا. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن مخاوفه المستمرة بشأن الظروف الإنسانية في أنحاء إثيوبيا. وصلت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات اليوم وصلت تنظيم القوافل الطبية التخصصية. يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية شعشع مركز أشمون بالمنوفية. تأتي القافلة ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات في شتى المجالات في القرى موضع التنفيذ. نظمت مديرية الصحة بالأسكندرية في منطقة العجمي غرب الأسكندرية قافلة طبية علاجية، ذلك للكشف والعلاج المجاني وعمل التحاليل والأشعة لأهالي المنطقة. يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة في إطلاق قوافل طبية علاجية مجانية بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية. النهارده متواجدين في وحده طب اسره البطاش تابعه لمنطقه العجم الطبيه لاقامه قافله علاجيه مجانيه ضمن مبادره حياه كريمه برعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. القافله بتضم العديد من الخدمات الطبيه المجانيه من كشف وتحاليل واشعه وفحوصات متكامله، العلاج مجاني بالكامل. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على الدور الكبير للمرأة في تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة افتراضيا في الملتقى الذي عقد تحت عنوان الطاقة للجميع، تمكين المرأة للإسراع بالتنمية المستدامة، والذي يعد أحد فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. اهتمت الدولة المصرية بتمكين وتفعيل دور المرأة المصرية في كافة المجالات وتقديم كافة أشكال الدعم لتتمكن من المشاركة في نهضة بلادها والاستفادة منها كعنصر مؤثر في التصدي لكافة القضايا البيئية، كما أنها يمكن أن تكون نقطة القوة والانطلاق لنجاح العديد من التطبيقات الخاصة بمفهوم الاستدامة.
أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على تحقيق جميع مطالب أهالي القرى العائدة بالشيخ زويد وتنفيذ كافة الوعود. وأثناء افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب الشيخ زويد، أشار المحافظ إلى جهود الدولة في تنمية وتعمير سيناء بفضل توجيهات الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة المدنية في دحر الإرهاب. وأضاف المحافظ أثناء زيارته القرى العائدة أن جميع مطالب واحتياجات أهالي الشيخ زويد وقراها يتم تلبيتها، مشيرا إلى الملعب الخماسي الذي يتم افتتاحه اليوم ويمثل جزءا من وجود خطة شاملة لتطوير المركز بالكامل ورفع كفاءته. وبقول وبأكد تاني مبروك عليكم هذا الملعب، ولكن احنا الهدف الرئيسي ان شاء الله تطوير المركز كله بالكامل. وزي ما سيادة النائب ابراهيم قال، احنا في اعتماد ب 6 مليون ونص لرفع كفاءة مركز الشباب بالكامل، سواء السور هيستكمل كله بالكامل، والمبنى الاداري، والملعب الكبير، والملعب الخماسي، يعني ان شاء الله غير اللي احنا هنفتتحه النهارده، يعني احنا ان شاء الله كل مطالب الشيخ زويد بنسعى جادين لتنفيذها. أعلنت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بدء حجز تذاكر دخول الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب إلكترونيا، التي تأتي تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل، وتقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. وتحل دولة اليونان ضيف شرف، كما اختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال. أما الآن فمع أخبار المال والأعمال. نعم، تنضم إلينا الزميلة ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا رغدة ورجائي، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات غير البترولية قد بلغت العام الماضي ولأول مرة نحو 32 مليار و128 مليون دولار، وذلك مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020، وذلك بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار، محققة بذلك زيادة كبيرة تصل بنسبة 26%. وقد أضافت الوزارة أن الدولة نفذت عددا من الإجراءات والجهود التي ساهمت بدورها في الوصول إلى هذه المعدلات التصديرية المتميزة، تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير وإعادة تشكيل المجالس التصديرية، هذا بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج. بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع سفير الجزائر بالقاهرة حميد شبيرة علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في مختلف المجالات والتحضير لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة. وقد تضمن اللقاء بحث نتائج الدورات السابقة على مستوى اللجان المشتركة. وقد أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية انتظام أعمال اللجنة العليا المشتركة وإعادة تفعيل دورها، حيث عقدت آخر دورة من اللجنة العليا عام 2014، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على توطيد أطر التعاون المشترك مع الدولة الصديقة والشقيقة من خلال اللجان المشتركة.
ذكرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن قدرات المشروعات قيد التطوير شهدت ارتفاعا ملحوظا في عام 2021، حيث بلغت 3570 ميجا وات باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3 مليارات ونصف مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020. وأضافت الهيئة في تقرير حصاد الطاقة لعام 2021 أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر قد ساهم في خفض ما يقارب من 10 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذلك إحداث وفر في الوقود يقارب 4 ملايين طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ. نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على انخفاض جماعي للمؤشرات الرئيسية، وسجل رأس المال السوقي مستوى 756 مليار و600 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد انخفض مؤشر إيجي أك 30 بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 11715 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أك 70 والذي تراجع بنسبة 26% ليغلق عند مستوى 2212 نقطة. الانخفاضات طالت أيضا مؤشر إيجي أك 100 والذي انخفض بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيها و65 قرشا للشراء و15 جنيها و78 قرشا للبيع، وسجل اليورو 17 جنيها و75 قرشا للشراء و17 جنيها و89 قرشا للبيع، في حين سجل الجنيه الاسترليني 21 جنيها و34 قرشا للشراء و21 جنيها و52 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و30 قرشا للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و21 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب بالسوق المصري ارتفاعا محدودا والذي وصل حوالي 3 جنيهات، وذلك بسبب صعود سعر الذهب عالميا والذي سجل اليوم 1820 دولارا للأوقية. وفي الأسواق المحلية سجل عيار 18 نحو 681 جنيها، عيار 21 795 جنيها، عيار 24 908 جنيهات. أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم 6400 جنيه. إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت الأسعار لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد أن أدى حريق في خط أنابيب عراقي إلى توقف الإمدادات لفترة وجيزة، وهو ما زاد المخاوف بشأن توقعات قائمة بالفعل للشح في المعروض في المدى القريب. وقد صعدت العقود الآجلة لخام الأمريكي بنسبة 0.8% ليسجل 86 دولارا و9 سنتات، والخام الأمريكي أيضا ارتفع، مزيج برنت ارتفع بنسبة 0.6% يسجل 87 دولارا و99 سنتا للبرميل. كشف مكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي يوروستات عن استخدام التكتل المصادر المتجددة في 22% من استهلاك للطاقة، وذلك في عام 2020، متجاوزا بذلك المستوى الذي استهدفه هو البالغ 20%. وتتحول دول الاتحاد إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر أخرى للطاقة المتجددة، وذلك في إطار مساع لتحقيق طموحات التكتل لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر، وذلك بحلول عام 2050. وقد جاءت السويد في صدارة دول الاتحاد بحصة تزيد على 70% للمصادر المتجددة في استهلاك الطاقة، متجاوزة بذلك فنلندا ولاتفيا. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لرغدة ورجاء إليكم. شكرا ميرفت.
دمر بركان جزيرة تونغا العديد من المباني والأراضي وأوقع عددا من القتلى بحسب الأمم المتحدة. كان بركان أونغا قد ثار السبت وتسبب بتسونامي بشكل شبه كامل في المحيط الهادئ، ولا يزال حجم الأضرار غير معروف في هذه المملكة الصغيرة البالغ عدد سكانها 100,000 نسمة والمعزولة عن العالم بعد انقطاع السلك البحري الذي يربطها بشبكة الإنترنت. في كارثة غير مسبوقة تسبب ثوران بركان وتسونامي هونغا تونغا بأضرار جسيمة في أرخبيل تونغا، حيث شوهدت مساحات كبيرة مغطاة بالرماد والغبار أو دمرها تسونامي. وبعد 3 أيام من ثوران البركان الذي تسبب بالتسونامي وأوقع عددا من القتلى في تونغا بحسب الأمم المتحدة، لا يزال حجم الأضرار غير معروف في هذه المملكة الصغيرة البالغ عدد سكانها 100,000 نسمة والمعزولة عن العالم بعد انقطاع الكابل البحري الذي كان يربطها بشبكة الإنترنت. وثوران البركان الذي تردد صداه في ألاسكا على بعد أكثر من 9,000 كيلومتر هو الأكبر الذي سجل في العقود الأخيرة، مع تشكل كتلة من الدخان ارتفاعها 30 كيلومتر ناصرت الرماد والغاز والأمطار الحمضية في منطقة المحيط الهادئ وتلاها مباشرة تسونامي. حكومة تونغا قالت في بيانها إن أمواجاً ارتفاعها 15 متراً سجلت في الأرخبيل وضربت العاصمة التي فر سكانها إلى المرتفعات هاجرين المنازل التي اجتاحتها المياه، في حين كانت الصخور والرماد تتساقط من الجو. مساحات كبيرة من المياه غطت جزءاً كبيراً من موقع البركان الذي كان فوق سطح البحر قبل ثورانه، ولم تبقى سوى جزيرتين بركانيتين صغيرتين ظاهرتين فوق سطح المياه، وغطى الرماد البركاني الحقول في الجزيرة فيما تضررت العديد من المباني. ووصلت تداعيات التسونامي إلى سواحل اليابان والولايات المتحدة، وفي البيرو غرقت امرأتان في موجات قوية نجمت عن ثوران البركان، فيما أغلقت السلطات 3 شواطئ طالها تسرب نفطي سببته الأمواج العاتية في مقاطعة كاويا وقرب ليما. ولأن مشاهدونا موعدنا مع أخبار الكرة والملاعب. نعم، عودة مرة أخرى إلى ميربك. شكرا رغدة ورجائي، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا مع أخبار الرياضة. يواجه المنتخب الوطني الآن نظيره السوداني في مباراة هامة ضمن الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة 4 بكأس الأمم الأفريقية، وتشير نتيجة المباراة إلى تقدم مصر بهدف للا شيء، ولحساب نفس المجموعة تواجه نيجيريا منتخب غينيا بيساو، وتشير النتيجة إلى تعادل الفريقين حتى الآن. ونبقى مع منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام غدا 4 مواجهات ضمن الجولة 3 والأخيرة لدور المجموعات، حيث يواجه المنتخب الجزائري منتخب كوت ديفوار لحساب المجموعة 5، ويلتقي منتخب سيراليون مع غينيا الاستوائية لحساب نفس المجموعة، كما يواجه المنتخب التونسي نظيره الجنبي لحساب المجموعة 6، ولحساب نفس المجموعة يلتقي المنتخب المالي مع نظيره الموريتاني. تقام غدا 3 مواجهات ضمن منافسات دور المجموعات لكأس رابطة الأندية، حيث يواجه إسترن كومباني فريق الاتحاد السكندري، وفي لقاء آخر يلتقي بيراميدز مع المصري البورسعيدي، ويواجه فيوتشر فريق مصر للمقصة. وإلى منافسات الكرة الصفراء، وتحديدا بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الكبرى، حيث تأهل المصنف 3 عالميا الألماني ألكسندر زفيرف للدور 3 في المنافسات، وذلك بعد فوزه على الأسترالي جون ميلمان ب3 مجموعات دون رد بواقع 6-4 و6-4 و6-0. وسيلتقي زفيرف في الدور المقبل المولدوفي رادو ألبوت، والذي تأهل بالفوز على الأسترالي ألكسندر فيكيتش ب3 مجموعات نظيفة.
ونبقى مع منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث تأهل المصنف الخامس عالميا النجم الإسباني رافائيل نادال للدور الثالث من البطولة، وذلك بعد فوزه على الألمانية يانيك هانفمان، وذلك بثلاثة مجموعات دون رد بواقع 6-2. نهاية أخبار الرياضة وعودة مرة أخرى لرغدة ورجاء إليكم. شكرا لك مرفت. نجحت السلطات في ولاية نبراسكا الأمريكية في إنقاذ حيوانات وزواحف نادرة من موت محقق، وكان مجهولون قد قاموا بجمع الحيوانات ثم تركها دون طعام لفترة طويلة حتى شارفوا على الموت. وشملت الحيوانات الطيور الغريبة والقوارض والأرانب والسحالي والثعابين. وقالت جمعية الرفق بالحيوان إن الحيوانات الباقية كانت في حالة سيئة للغاية. والآن مع أحوال الطقس. نعم، مرة أخرى تنضم إلينا الزميلة ميرفت أميلي. إليك ميرفت. شكرا رجائي ورغدة، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، مائل للبرودة جنوبا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ويصل لحد الساقية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. أما على صعيد درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات، ففي القاهرة العظمى 15 والصغرى 8، الإسكندرية 15-8، مطروح 15-8، بورسعيد 16-8، الإسماعيلية 15-8، السويس العظمى 15 والصغرى 8، العريش 16-8، طابة 14-10، شرم الشيخ 17-12، الغردقة 17-12، الأقصر العظمى ستكون 17 والصغرى 12، والأسوان 18-7، الوادي الجديد 17-2، شلاتين 22-10، وأخيرا حلايب 20-11. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا أترك حضراتكم مع لقطة اليوم.
بلقطة اليوم مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية. لم يتبقى فيها إلا التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يتابع الموقف الوبائي لفيروس كورونا ويوجه بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية. وخلال اتصال مع العاهل البحريني، الرئيس السيسي يؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. مدبولي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نهاية النشرة، لكن التاسعة ما زالت مستمرة. نعم، والزميلة شفكي المنيري، مساء الخير. مساء الخير يا رجائي، مساء الخير يا رغدة، منورين، بتمنى لكم دايما التوفيق ولكل صناع نشرة التاسعة. شكرا. منورك. شكرا. بشكركم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نبدأ التاسعة، تفضلوا.